بعد ما خروجي بكرت أحمر يعني هو اعتدى أصلا على الحكم، وبعد خروجي اتهم إنه أيوة عشان هذا من جيزان إنه أنا يعني رشيت الحكم وإنه أنا اشتريت المباراة قدام الملا وقدام الناس كلها. أنا عندي قاعدة أؤمن به، اللاعب الشاب أفضل من اللاعب الخبرة بشيء كثير، لأنه أنا لعيبتي حقيقة يعني أسيء لهم وأسيء لي أنا شخصيا من ناس إحنا قدمنا لهم الخير. برا دوري 16، برا دوري 8، برا دوري 4، ما شفت أي شيء من الرابطة. يا أخي فين دورك حتى بعد كذا؟ فين الدور؟ يعني لو كان في فعلا الإحساس بالمسؤولية يا أخي تعال يا أخي، لا تقول أنا أبغى أجي بس ما أبغاك، أبغى اللعيبة.